الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية لا يسعني إلا أن أشكر أخواني في نهج على هذه الندوة السريعة التي أتت في وقتها، فجزاهم الله عنا خير الجزاء وعن الكويت خير الجزاء. ولا يسعني إلا أن أشكر الدكتور الفاضل والدي الطبطبائي الذي منذ بداية هذه القضية وهو يقرد كل ثانية وكل دقيقة، يحترق ويوجه السلطة ويوجه الشعب الكويتي والتيارات إلى اتخاذ الموقف الحق الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر ما هو غريب على أبو مساعد، دائما مواقفه ترضي الله سبحانه وتعالى ولا يزكي على الله أحد، ودائما مواقف أبو مساعد وأخوانه تصب في مصلحة الكويت. يتهجم من يتهجم على أبو مساعد، يتكلم من يتكلم على أبو مساعد، لكن نعلم جيدا بأن أبو مساعد مخلص في كل كلمة قالها، فجزاك الله خير يا أبو مساعد على هذه الكلمة. أما بالنسبة للتضامن مع السعودية، فهل يسع الشعب الكويتي والحكومة الكويتية والسلطة قبل ذلك أن تنكر المعروف؟ لا يمكن. يقول الشاعر: راعي المعروف نثني بمعروفه، ما نجاج الطيب بعلوم الردية. نحن نقول بأن الشعب الكويتي الحر الذي تنطلق منه صيحات الحق ودعم الفقراء والمسكين في كل بلد لا يجب أن يتخاذل وينكر المعروف. فلذلك لا يسعني إلا أن أشكر التيار التقدمي على بيانه، وأشكر الحركة الدستورية الإسلامية على بيانها، وأشكر كل رمز مخلص من الأخوة الإسلاميين أو الرموز الوطنية أو البرلمانيين السابقين من قرر تغريدة أو وضح موقف في مصلحة الكويت. وهذه كلها نصائح تصب لمصلحة السلطة، ويجب أن تنظر السلطة إلى هذه الفئة اللي قاعد الآن تخرج بيانات أو تغريدات وتوجه الشعب الكويتي. ونقول بأن ما يحصل الآن هي معركة وجود، فذهاب السعودية ذهاب الكويت، دمار السعودية دمار الكويت، نصرة السعودية نصرة الكويت. لذلك احنا لا يجب أن نتأخر كحكومة وسلطة عن الموقف الذي يرضي الله وهو في مصلحة الكويت. ونقول بأن السعودية دولة هي عمقنا الاستراتيجي، ودولة احنا بعد الله سبحانه وتعالى مصيرنا متعلق بمصيرها. لذلك احنا نقول يجب ان تنتبه السلطة بأن من ضربها بالخاصرة هم حلفائها السابقين الذين لا زالوا يتمسكون بهم، فلقد خانوا في البلد خلية العبد اللي تشهد على ذلك، وكذلك تغريدات نائب برلماني كويتي يسب السعودية ويدعو على السعودية ويتخاذل بقول كلمة الحق، يجب أن تنتبه السلطة، فهذا يمثل جزء من الشعب الكويتي. وكذلك الدكتور الذي في الجامعة الذي يثني على النمر وترحم عليه ويشتم المملكة العربية السعودية ومن تطاول على هذا المجرم السفاك، مواطن سعودي يتجاوز القوانين والأعراف، تتخذ فيه السعودية موقف، دكتور في الجامعة يدرس أبنائنا يقرر أمام الملأ بأن هذا إجراء خطأ مع الأسف، والسلطة لا تتكلم ولا تتخذ أي إجراء عكس ما كانت تتبع من سياسة تقريدة بسيطة ليس لها ميزان، يذهب أبناء الشعب الكويتي للسجن 4 و5 سنوات. كلمة بسيطة يقولها مواطن كويتي في مصلحة المال العام يذهب إلى السجن 4 و5 سنوات. لذلك احنا نقول بأن الشعب الكويتي لا يمكن أن ينسى موقف السعودية مع الكويت، والشعب الكويتي موقفه واضح، ونحن نقول اليوم بأننا يجب أن نتحرك ونوعي من يغفل عن هذه المواقف الوطنية المخلصة من تيارات. نقول لجميع التيارات بأن مجلس الأمة الحالي لا يعبر عن الشعب الكويتي، مجلس الأمة الحالي مع الأسف لم ينطق بكلمة، الآن يرتب أموره لكي يجتمع ليتخذ قرار. اليوم الشعب الكويتي يعبر عنه من يقرد
مع الأسف بعد انعدام المحطات الفضائية عن المخلصين والإعلامية وكذلك الصحف، الشعب الكويتي يجب أن ينادي بكل وضوح بأننا عمقنا الاستراتيجي المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين، ولهم فضل بعد الله سبحانه وتعالى، مصيرنا واحد ومستقبلنا واحد، ويجب أن لا نتهاون، ويجب أن نتخذ موقف مشابه لدولة البحرين وموقف مشابه وموقف واضح كما اتخذت السعودية، لأننا إذا تهاوننا قد تذهب الكويت في حال لا قدر الله أن تتطاول هذه الدولة المجرمة التي ثبت أمام الملأ وأمام الشعب الكويتي وأمام السلطة بأنها تخطط من عبر الخلايا التجسسية والخلايا التي وضعت في العبدلي وفي خيطان وفي الجابرية وفي البنيد القار أسلحة كبيرة مدمرة، وهناك من يدعمها مع الأسف من أبناء الشعب الكويتي بل من ممثلي الأمة. لذلك احنا نقول جزاك الله خير يا أبو مساعد، وأبشرك أن الشعب الكويتي واعي، وأن السلطة يجب أن تعي ويجب أن تتحرك ويجب أن تقف الموقف الذي يحافظ على كيان البلد. وهذه الندوة هي الخطوة الأولى التي من خلالها نبعث الرسائل إلى هذه السلطة الغافلة، إلى هذه السلطة التي لحد الآن لم تجعل الشعب الكويتي يطمئن على مستقبل البلد. نحن اليوم ما في مجال أن نجامل، ولا في مجال إلا أن نقول كلمة الحق. نحن أتينا بدعوة كريمة من الدكتور الطبطبائي، ونحن كنا يوم من الأيام نمثل الشعب الكويتي، ولا زلنا صادقين مع الشعب الكويتي، ونتحمل كل كلمة قلناها بأننا يجب أن نقف الموقف الذي يصب في مصلحة الكويت. أشكر إخواني الحضور جميعا، وأشكر من تحرك لقيام هذه الندوة، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم.